اليوم بغينا نهضروا على واحد المؤتمر اللي انعقد نهار الاحد 28/11. هذا المؤتمر اللي حضروا فيه جل الاعضاء ديال النقابه الديمقراطيه للنقل، من كتاب وطنيين، الكاتب الوطني ديال الوزن الثقيل وديال الغازوال والمحروقات والمقاولين الذاتيين، وكذلك جل المنخرطين والاعضاء ديال الامانه العامه. هاد المؤتمر هذا على اثره تم واحد التنازل ديال الامين العام السابق اللي دار واحد الولايه ناجحه باعتراف جل الناس ديال الامانه العامه، وهاد التنازل تم على اثره انتخاب امين عام جديد اللي هو السيد سمير فرابي، واللي هذا المؤتمر داز فواحد الجو عادي، وبكل كما قلت بالكتاب الوطنيين وبالاعضاء وبالمنخرطين. فالرهان ديال هذا المؤتمر كان هو السائق المهني رهاننا، والتكنولوجيا مستقبلنا. فهذا المؤتمر اللي داز فواحد الجو ناجح، يعني الناس داروا الثقه في الامين العام الجديد. يعني ملي دوزنا هذا المؤتمر وسالا، حنا خارجين كنتفاجئوا بواحد العدد ديال بعض سائقين السيارات الاجره اللي هما منخرطين في نقابات اخرى، كيحتجوا امام القاعه فين دار المؤتمر. يعني حنا التساؤل ديالنا، هاد الناس ما هما اعضاء معنا في النقابه؟ ما هما منخرطين معنا في النقابه ودايرين وقفه احتجاجيه على هذا المؤتمر وعلى انتخاب السيد سمير فرابي اللي ولا امين عام؟ هذا هو التساؤل الغريب. المهم حنا بغينا نعرفوا هاد الناس علاش داروا هاد الوقفه. حنا بالنسبه لهاد الامور الاخرى اللي عندها علاقه بالتطبيقات، التطبيقات اللي صراحه لقات واحد الاستحسان كبير عند واحد العدد ديال المواطنين اللي كيستعملوا التطبيقات، فاحنا الطلب ديالنا هو التقنين، ودائما كنركزوا على الجمله هذه هو التقنين. يعني كنطلبوا من الحكومه الجديده وكذلك من وزير النقل ان هذا الملف هذا يتسرع ويخرج الحيز التنفيذي. وهاد الناس هادو اللي كيديروا هاد السلوكات كنتمنى ان الامن ياخذ الاجراءات ديالو، لان باش تحاصر السياره في الشارع العام وتروع هذاك السائق اللي في ديك السياره وكذلك الناس اللي كيكونوا زبائن، فهذا واحد السلوك اللي صراحه خصنا نتجاوزوه، لاننا في سنه 2021 وباقي كنشوفوا بحال هاد السلوكات. كنتمنى هاد الامور ما تبقاش.